إذن فرسول الله حين عالج كفارا شرسين لهم السيادة ولهم الوجاهة ولهم العينية، كان يحب دائما أن يؤمن هؤلاء حتى يأخذ المسألة من أقصر طرقها. ولكن الحق شاء أن يعلمه أن هؤلاء لا يؤمنون أبدا. والإيمان بالله أمر اختياري، فانظروا كيف حكم الله على قوم بخصوصهم وهم الذين كان رسول الله يحب أن يسلموا، وهم السادة أبو لهب، أبو جهل، أبو سفيان، الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، كل دول كان يريد رسول الله أن يؤمنوا، فكانت خواطره تداعب بأن هؤلاء لو آمنوا لاستراحوا من العنت. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله من أجل مصلحة نفسه حينما تصدى لهؤلاء وانصرف عن رجل ضعيف آمن وجاء ليسأل رسول الله أشياء. كيف أن رسول الله ترك الأسهل على نفسه؟ رجل مؤمن وجاء ليطلب شيئا من رسول الله من الدين، هذا أمر سهل يسير، فما باله يترك الأمر السهل اليسير ويتصدى للأمر الشاق العنيف لصناديد قريش. إن رسول الله كان يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به، ولا يكلف نفسه فوق ما كلفه الله به إلا عشقا لقضية الإيمان، فهو يحب أن يذوق الناس حلاوة ما ذاق من الإيمان. ولذلك كان يكفيه أن يبلغ فقط، لأن الله يقول لهم إن عليك إلا البلاغ. ولكن رسول الله كان يهادن القوم ويتعب مع القوم ويصابر القوم، إذن فهذا كلف نفسه فوق ما كلفه الله به. إذن فيجب أن نتنبه كما قلنا سابقا إلى أن الذين يأخذون قصة عبس وتولى إلى أن الله يعتب على رسول الله، قولوا لهم لا، إن الله يعتب لرسول الله ولا يعتب على رسول الله. ومعنى يعتب له يعني يقول له لماذا كلفت نفسك الجهد والمشقة وأمامك طريق سهل، لماذا تتعب نفسك؟ قلت كما تقول لولدك الذي يذاكر طول الليل، لماذا تتعب نفسك في المذاكرة طول الليل؟ أأنت تعتب عليه أم تعتب لصالحه؟ إنك تعتب لصالحه. كذلك يعتب الله لا على محمد ولكن يعتب لمحمد، يقول له لماذا تركت الأمر السهل وتوجهت إلى الأمر الصعب؟ وما عليك ألا يزكى، ما عليك، إن أنت عليك البلاغ فقط، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.